مكان القيود والإملاءات مكن عامل ممارسة مهامها بكل حرية. وزارة شؤون الدينية والأوقاف تنظم السبت المقبل حفل افتتاح الطبعة 16 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وترتيلها بقصر المعارض، والانطلاق الرسمي للمسابقة يكون الأحد بفندق السوفيتال. مدينة عين الحمام بولاية تيزي وزو تجمع مواطنيها غدا وبعد غد في فضاء مفتوح للحوار. دوليا، حكومة الوفاق الليبية تؤكد أن وقف إطلاق النار بليبيا رهين بانسحاب قوة حفتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين. جاء هذا في كلمته التوجيهية التي ألقاها أمام إطارات أفراد الناحية العسكرية الرابعة بأوردلا. كمن مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الدولة، مجددا دعمه لدعوة الفريق أحمد داير صالح نائب وزير الدفاع.